بالظبط. طيب برضو من الحاجات اللي بتبقى كتيرة قوي يعني منتشرة يعني، هي ان انا بدعي بس انا مكسوف، وانا بدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يوسع رزقي، بس انا حاسس ان انا كده في عين نفسي طماع، او حاسس ان انا كده ما عنديش قناعة مع ربنا سبحانه وتعالى، او بقل ادبي مع الله سبحانه وتعالى، رزقني بحاجات كتير، وخايف لو انا بدعي كده بالرزق اكون كده يعني ايه بقل كده ذوقي مع ربنا. ابدا ابدا، ده القران الكريم قال كده، الانبياء قالوا كده، سيدنا هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم. سيدنا نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ده الانبياء قالوا كده، قالوا ادعوا ربنا وتوبوا اليه واستغفروه. طب ادعي اقول ايه؟ يا رب وسع رزقي، ولا اقول ايه؟ كل اللي في نفسك. سيدنا ابو هريره يقول: ان كنا لا ندعو الله عز وجل في شراك النعل وملح العجين. احنا كنا بندعي ربنا في ابسط حاجه في حياتنا. ليه بقى ليه ابو هريره بتعملوا كده؟ لان انا لما دعيت ربنا هيرزقني بيها، وكتب لي اجر الدعاء، وكتب لي اجر ان انا يعني واقف على بابي طول الوقت، وأنني أعلم أن النعمة لا تأتي إلا منه، وأنها إذا أتت أشكره عليها. فالأمر مبتدأ من الله ومنتهاه إلى الله. عشت أنا الجو العبادي الإيماني ده، فالنعمة بقت بركة غير اللي بتقطعه النعمة وتفصله النعمة عن الله سبحانه وتعالى، فينشغل بها لغاية ما ينسى نفسه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وبعدين بيجي يقول إيه في الآخر، يعني اللي بس كل الطريق ده: إنما أوتيتوه على علم عندي. اقعد كده يا بابا احكي لنا قصة حياتك، شوف يا أولاد أنا راجل عصامي. أيوه، بدأت من تحت الصفر. بس ابوكم بقى كان راجل ايه؟ عبقري. وابوكم كان راجل مناضل. ايوه. ومفيش ربنا يا عم في الموضوع. لا، ما هو خلاص بقى يتكلم عن نفسه وعن قدراته. النعمه وبقائها فتره طويله وكثرتها واغداق الله عليه، انساه ان للنعمه منعما اعطاه اياها. بالظبط. فاتقطع بالنعمه عن ربنا سبحانه وتعالى، ما بقتش نعمه، بقى راجل فشل في امتحان الرزق زي ما احنا قلنا قبل كده، وانساه هذا الرزق فضل الله عليه. وانما اوتيته على علم من عندي، تحول بعد كده زي قارون. هتلاقي اللي قال كده، هتلاقي انما اوتيته على علم من عندي. وهتلاقي اللي قال: ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. حتى لما اروح الاخره ربنا مش هيحاسبني عليه، يعمل لي برضه في الاخره جنه زيها كده. ده ايه الثقه؟ انا راجل كباره اصلا في نفسي كده. ما هي بتوصل، عارفه الغشاوه بتنزل بتعمل قلبه البسيط. ويجيب الفقير يقول له: تعالى انا اكثر منك مالا واعز نفرا. انت فين وانا فين؟ كبر وغرور وانشغال بالدنيا، اغراق فيها، وانقطاع عن الله تماما.